أكادير، مدينة مغربية في الساحل الجنوبي، وعاصمة منطقة سوس ماسة درعا. أصل اسم أكادير هو الصور أو الحائط، ولا البلاصة فين تيخبعوا القمح. ضربناها بعمان مزيانة. من بعد مدينة مراكش كانت المحطة الثانية ديالنا هي أكادير، اللي غادي تكتشفوا معنا فيها يومين ديال المتعة. جينا قبضنا الكوتشي اللي كاين في أكادير، كوتشي واعر. دابا من بعد ما سالينا الفطيره ديالنا غادي نقبطوا الطريق باش نمشيو لمدينه جديده. داكشي اللي قسم الله شفناه في مراكش، واخا بزاف ديال المآثير وبزاف ديال البلايص اللي ما استطعناش نشوفوهم ولا ما عندناش الوقت باش نشوفوهم، خاصنا نمشيو بزاف ديال البلايص باش نوصلوا للبلاصه الاخرانيه فين غادي. دونك الله يوصلنا على خير، بلاصه جديده ونهار جديد. هذا ما كان الاخوان، تنتمنى يكون الفلوق اللي فات عجبكم، ودابا فلوق جديد. وصلنا بخير وعلى خير لمدينة أكادير. كاين الصهد هنا ولكن ماشي بحال مراكش الصراحة. وصلنا بخير وعلى خير، مرحبا بنا عند الناس أكادير، ومرحبا بالناس أكادير عندنا في لاشين. الحمد لله وصلنا للوطيل، اوتيل كمال سيتي. دونك هاد الاوتيل كنا جينا له العام اللي فات والعام اللي قبل منه. دونك اوتيل اللي ترتاحوا فيه ناس الله يعمر راس العالم، بيسين تسنيم كذا كذا، والثمن ديالو تيكون مرفق. في ايام كورونا كان 200 220، دابا راه تقريبا زادوا واحد 100 درهم. دونك هذا ما كان الاخوان، احنا في الاوتيل نخليكم تشوفوا الشومبر، ومن بعد نهبطوا نتغداو عاد نجيو لبيسي.
ضربناها بعومه مزيانه بخير وعلى خير عرفتي واخ مبردين في مدينه اكادير. دونك دابا كيما تشوفوا سالينا عويمه وهذه تسنيمه، ها نتوما تسنيم دير لهم باي باي. عيات قال لك سيدي جا البرد، دونك نبقى انا والو ان شاء الله ونخرجوا نضربوا سيدي ويشا، نطلعوا نضربوا سيدي ويشا ومن بعد نمشيو ندور. جينا نقصيو في نفس البلاصه اللي كلينا فيها اخر مره شيش كباب، عندهم واحد الشاورما واعره واعره بزاف، دونك غادي نحاول ناكل انا شاورما حيت عجبتني ذاك المره وعاد نرجعو ان شاء الله للوطن. ها هو المنيو ديالو. خرجنا نتساراو ندورو شي شويه في اكادير، راه نتوما عارفين غير هاد المساله اللي تتشوفو دابا قدامنا هو هاد البارك هذا اللي كانوا الناس يتمشاو فيه وتيلعبوا فيه الدراري الصغار، ردوه باركينغ. انا بالنسبه لي من أسوأ القرارات، لان باش ترجع واحد المساحه خضراء ولا مساحه اللي تيلعبوا فيها الوليدات وكذا الباركينغ فمساله فريه. دونك هذا ما كان الاخوان، حنا عاد هابطين وتنرجعوا الذكريات. جينا دابا للبحر، جينا ندورو شويه مع الريح، ما عرفتكمش واش تسمعوني ولا لا، جينا نلعبو مع تسنيم شويه في البحر، عاد جاي عينا، وهذا مكان شويه نمشيو للكورنيش لهي حدا المارينا، دونك جبنا تسنيم تعوم شي شويه، ماشي تعوم غير تلعب حدا البحر شي شويه، وكما تشوفوا انتم البحر خوا ما بقى فيهش بزاف الناس، دونك غندورو شي شويه هنا ومن بعد غادي نمشيو للمارينا. مالك مدام؟
أما بالنسبة لهاد الشباب فكاينين حدا القهوي ديال الكورنيش، عندهم كلاص واعر بزاف وبقاع النكهات، تنتمنى ندعمهم حيت يستاهلوا. شكرا الله يكثر خير. تسنيمة عجبتك بزاف ولا شوية؟ ها؟ جينا قبلنا الكوتشي اللي كاين في اكادير، كوتشي واعر اونيفو ديال الديزاين، والله الا بيني وبينكم حسن ديال مراكش، حتى الثمن تقريبا من الدخله ديال الكورنيش حتى الرون بوان اللي حدا المارينا، دونك تقريبا واحد 3 ساعة 25 حتى 30 مينوت. الديزاين زوين داكشي غزال، داير 80 درهم بوغ اون فامي، فامي بوحدك اربعه الناس 80 درهم، دونك هذا مثال. كبيرين في الكوشي مون امور ديال اكادير، شي حاجه نايضه نايضه نايضه، مشي فيه واعره بزاف والله العظيم، لا واعره بنادم يجي تتفوه اكثر في هذه البروده ديال العشيه. ثاني في مدينه اكادير، دونك الجو مغيم داكشي رائع، ما كناش معولين نجلسوا فيها ولكن ما ارتحيناش مزيان، دونك ارتاحوا.
3 سنين بصحة. دونك جينا نتبحروا في البحر دكادير، انتم تشوفوا البحر دكادير كل يوم الضبابه ما كاينش الشمس بحال البارح، عامر البحر. المهم بدات تخرج دابا الشمس عاوتاني، دونك هذا ما كان جينا نتبحروا. واخا الصراحه البحر دكادير ما نقيش بزاف باش نكون واضحين، هذه عامين ولا 3 سنين تقريبا تنجيو ديما تلقاو فيه ديما الوسخ وكذا. الله يهدي ما خلق، الله يهدي دوك الناس اللي مسؤولين على البحر انهم خصهم يجمعوا، وحتى الناس اللي تيلاقوا الوسخ ما خصهمش يلاقوه، زائد داكشي عاد اللي سير من البحر. دونك هذا ما كان، احنا في البحر دكادير الحمد لله تبحرنا بحيره ناضيه كنادي. خرجت الشمس، شوف الشميشه خرجت، ويلا كانت مغيمه راكم شفتوا، ولكن دابا الحمد لله. تسنيم عليكم. بعد ما ضربناها بتبحيره ولا بيسين وداك الشيء ناضي كنادي، دونك دابا غادي نخرجوا ان شاء الله باش نمشيو نضربوها بشي غديوه. عندنا تقريبا واحد ربع ساعه الريستو اللي غادي ناكلوا فيه، ومن بعد ان شاء الله نشوفوا شنو نديروا. الحمد لله من بعد ما قصينا بخير وعلى خير في اوتاكوس اللي كان لذيذ، ما غاديش نقول لكم اكثر، راه باين بحال داكشي ديال فرنسا، بحال اوتاكوس ديال فرنسا لذيذ، فروماج لاصوص داكشي مهيب. ومن بعد مشينا ضربنا الحلزونه، يما الحلزونه وكما شفتوا كسبها خونا في اللعيبه ديالو. دونك الحلزونه يما الحلزونه،
ضربناها شحال هذه ما قصيناها. وهنا سالا الفلوكس، نتمنى يكون عجبكم. شكرا على المشاهده، ما بقى لي غير نقول لكم تصبحوا على خير، تهلاو فراسكم، تهلا الحلقه الجايه.